وأكد المجلس الأعلى على دعم أمن واستقرار جمهورية مصر العربية، مثمنا جهودها في تعزيز الأمن القومي العربي والأمن والسلم في المنطقة ومكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز التنمية والرخاء والازدهار للشعب المصري الشقيق. أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه العراق الشقيق ودعم الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، مشددا على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية الإسلامية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة تكريسا لمبدأ سيادة القانون وسيادة الدولة. هنأ المجلس الأعلى الحكومة العراقية بمناسبة نجاح العملية الانتخابية التي أجرت في 10 أكتوبر 2021، مشيدا بالجهود التي بذلتها الحكومة العراقية والمفوضية الوطنية العليا في عملية تنظيم الانتخابات. أدان المجلس الأعلى العمل الإرهابي الذي استهدف دولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في العراق الشقيق بتاريخ 7 نوفمبر 2021 وكافة العمليات الإرهابية المتكررة التي يتعرض لها العراق والتي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار فيه. جدد المجلس الأعلى دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107 الصادر في عام 2013 بشأن حالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة، وعرب عن تطلعه لاستمرار العراق بالتعاون لضمان تحقيق تقدم في هذه الملفات،